السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد الحلقات السابقة اللي وضحنا فيها أكاذيب القمص زكريا بطرس، هنتكلم النهاردة عن المصادر الفرعية اللي بيستند إليها زكريا بطرس في نشر تدليسه عن الإسلام. هنتكلم عن وثيقة بحيرة الراهب اللي بيحاول زكريا بطرس إقناع أتباعه إنها مصدر إسلامي، وللأسف كتير من متابعيه بياخدوا كلامه على إنه حقيقة، زي ما فضحنا تدليسه لما نسب دائرة المعارف الإسلامية للمراجع الإسلامية. هنثبت إن وثيقة بحيرة الراهب مجرد واحدة من كتير من المصادر اللي بيستغل جهل أتباعه ويقدمها بصورة غير صحيحة. تابعونا علشان نكشف بالأدلة إزاي بيستخدم زكريا بطرس المصادر دي بشكل متعمد لنشر معلومات مغلوطة وتشويه صورة الإسلام. والحقيقة أنا وقع تحت إيدي وثيقة كتب عنها يعني واحد من أصدقائي في أساتذة جامعة بيرمنغهام في إنجلترا، وكان درس في مانشستر، فبعت لي وثيقة عارف لي ان انا بهتم بالحاجات دي. بعت ثلاث وثائق بصراحة. الوثيقة الاولى عن القرآن مترجم من السريانية، والوثيقة الثانية اسمها هاجاريانز اللي هم الهاجريون، والوثيقة الثالثة اسمها هي حتبان دلوقتي على الشاشة، اسمها The Legend of كريستيان بحيرة ليجند. فالوثيقة موجودة على البتاع. فالحقيقة ديت الوثيقة ديت وجدت في البالتوك المتأسف في الانترنت في 140 موقع دراسات حولها، سواء للراجل اللي ألفها أو لآخرين مش ألفها، ترجمها من السريانية إلى العربية. ده شيء جميل جدا. طيب مين بقى هو الراهب بحيرة دوت، وإيه الموضوع اللي انت لقيته في الوثيقة دي؟ هي الوثيقة فعلا بتاعت الراهب بحيرة. بدأ القمص الكذاب كعادته يثبت صحة كلامه بعرض غلاف كتاب ومواقع ملهاش أي علاقة بالموضوع اللي بيتكلم عنه. زي ما قلت لحضرتك دلوقتي تماما ان الوثيقة اللي احنا عرضناها دلوقتي على الشاشة، ياريت تظهر تاني. ايوه، ده كريستيان بحيرة ليجند. دي موجودة في عدة مواقع كثيرة جدا على النت، حوالي 140 موقع، وهذه لو الكاميرا تكون ويايا تورينا بعض المواقع دي. الكاميرا معايا؟ ايوه، دي كلها مواقع انا صورتها من على النت علشان خاطر تشوف. انا صورت مجرد حوالي 40 موقع، لكن بقيت 140 موقع موجودين على النت لو الواحد يحب يشوفها. انا ادي العنوان بتاعها، اسمه www.bartleby.com، وبعدين بيقدر يعمل استطراد للبحث في www.amazon.com، بس يكتب بحيرة او بحيرة ليجند هيقدر يطلع عنده كل الكميات الضخمة دي. واتكلمنا من الحتة دي ان الوثيقة اللي انا حصلت عليها وربنا حطها قدامي، ووثيقة مدروسة في جامعات، واهم واحد قام بهذه الدراسة اسمه ريتشارد جوتهيلد جيمس هوراتيو، والموقع موضوع موجود اهوت، واللي عايز يستزيد في المراجع يخش على amazon.com علشان خاطر يقدر يلاقي 140 موقع عن هذا الامر. المهم عايزين نعرف ايه حكاية الوثيقة دي اللي انت فرحان قوي انك اول ما نكتشف سر هذه الوثيقة، وايه مدى اهميتها بالنسبة لك؟ اتكلمت في الحلقات السابقة عن قصة بحيرة مع محمد
من خلال الوثيقة السريانية التي قدمها جوثهيلد ريتشارد جيمس هوراتيو على موقعه www.partryby.com. الهي دي أنا قدمتها قبل كده والكاميرا ممكن إنها تبرز الكتاب، وأدي العربي في الوثيقة بيبتدي من صفحة 56 في نفس وثيقة جوثهيلد. طيب هو ايه اللي بيثبته لما بيعرض غلاف كتاب وصفحات مش باين منها حاجة تتقري؟ ده بيثبت حاجة واحدة بس، بيثبت ان زكريا بطرس عارف عقلية الناس اللي بيكلمهم، وبيأكد انه مش اكتر من ناقل لآراء ناس تانية، وان الكلام اللي بيقوله مش رأيه الشخصي ابدا. انت كده بتقول ان هي حقيقة واقعة حسب رأيك؟ طب ما انت عارف انها ما بتعجبنيش. بتقولها ليه؟ عشان المشاهد يعني؟ عشان المشاهد، لسان حال المشاهد يعني. امين، انا بمثلهم دلوقتي. ماشي يا حبيبي. شوف يا سيدي، الموضوع طبعا زي ما انت عارف لا هو رايي ولا هو راي حضرتك، مع احترامي ليك. الموضوع بتاع راي علماء درسوا وفحصوا وشافوا، قالوا لنا علماء الاثار وعلماء اللغات. والواقع أن هناك علماء تناولوا بالبحث هذه الوثيقة، فمن يريد أن يعرف المزيد أنا أديت الموضوع على الشاشة. وكعدته بيدعي صحة ما ورد بالوثيقة وأنه تم تحقيقها علميا. دلوقتي قدسك بتقولي أن الراهب بحيرة هو أول أستاذ علم محمد، هل في أمور تانية في الوثيقة دي غير اللي أنت قلته عايز توضحها لنا؟ بس دي استدراك. اتفضل. مش انا اللي بقول لك، انا بقرا لك من الوثيقه حبيبي. طب انا اسف، مش انا اللي بقول. انا مش مؤلف. عظيم، ماشي. طيب ممكن تقول لي في ايه تاني؟ دي وثيقه عجيبه جدا يعني. ده حاجه غريبه، صدقني انا انذهلت لما شفتها، بس لولاش انها محققه علميا في الجامعات انا ما كنتش عرضتها على لان انا بحب الامور موثقه. طبعا. يدعي زكريا بطرس ان مؤلف الكتاب ريتشارد جوثهيل اكد صحة ما جاء في الوثيقة المزعومة. وقبل كده كلمتنا عن تأثير بحيرة الراهب على محمد من خلال البحث اللي كتبه جوثهيل ريتشارد في الوثيقة اللي قلب الدنيا دلوقتي. يا ترى الوثيقة دي غير انه اظهر فيها جوثهيل ريتشارد ان القرآن املاه بحيرة، كل ده بيحاول يثبت ان القرآن الكريم ليس وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وان الراهب بحيرة هو معلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المهم هو ان نقارن بين ما جاء في هذه الوثيقة وما جاء في القرآن، ونشوف التطابق بين الاثنين ونفهم من وراء ايه. وكأن مش ممكن لأي حد يألف قصة وكتب فيها اللي هو عايزه من كذب علشان يحاول يثبت حاجة معينة. الحقيقة أستاذ أحمد، الفكرة مش بس ذكر أسباب نزول، لكن الوثيقة دي وظهر فيها حاجات تانية، أسئلة كان بيسألها محمد وبحيرة بيرد عليه. فديت حتة مهمة كمان وجديدة بالنسبة للمشاهد انه يعرفها، وبالنسبة لي انا كنت اعرفها بصراحة لان الوثيقة دي كشفت حاجات كتير قوي. ودلوقتي هنعرف ايه اللي جه في الوثيقة. في مقدمة كتاب اسطورة بحيرة النصراني يقول المؤلف ريتشارد جوثهيل ما يلي: النصوص التي انشرها هنا دليل دقيق على كيف يمكن تحريف تراث تاريخي بغرض الهجوم على افكار شخص اخر. قصة الراهب النصراني بحيرة ولقاؤه مع محمد صلى الله عليه وسلم جعلت أساسا لسلسلة من الرؤى النبوئية والنبوءات التي تهدف إلى إظهار أنه لم يكن هناك على الإطلاق أي شيء جديد في تعليم النبي،
وأنه كان محتالاً وأنه حرد على ممارسة هذا الاحتيال من قبل معلمه الذي رغب بهذه الطريقة في تعريف العرب الجاهلين بإله واحد، وهو شكل من أشكال الجدال اللاهوتي الذي ليس بالغريب في أدب العصور الوسطى. وقد أدت قصة حياة يسوع الملفقة غرضاً مشابهاً إلى حد ما بالنسبة لليهود. يعني ريتشارد جوتهيل ذكر في مقدمة دراسته أن المخطوطات دي اللي أقدمها بيرجع للقرن الخمستاشر ما هي إلا قصص محرفة ألفها النصارى زي عادتهم علشان يحاربوا الإسلام، زي ما اليهود افتروا على المسيح عليه السلام. وده طبعا اللي زكريا بطرس المدلس ما جابش سيرته خالص، رغم أنه فضل يأكد كتير أنه مجرد ناقل لآراء العلماء. الموضوع طبعا زي ما انت عارف لا هو رأيي ولا هو رأي حضرتك، مع احترامي ليك، الموضوع بتاع رأي علماء درسوا وفحصوا وشافوا قالوا لنا، علماء الآثار وعلماء اللغات. مش أنا اللي بقول لك، أنا بقرأ لك من الوثيقة حبيبي، بس لولاش إنها محققة علميا في الجامعات أنا ما كنتش عرضتها على لأن أنا بحب الأمور موثقة. وناخد مثال على كذب زكريا بطرس وهو بيقرأ من الوثيقة عن مواقيت الصلاة اللي كاتبها بيدعي إن بحيرة هو اللي أملاها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت له إذن قصر لهم الصلاة 3 دفعات بركوع. وترسم لهم 3 ركعات. عظيم. وتكون 5 صلوات في اليوم الواحد كالآتي. أولها في أول ساعة من النهار، يقال لها عندنا أما نحن النصارى الصلاة الأولى، فسمها أنت لهم صلاة الفجر. والثانية يقال لها عندنا 6 من النهار، فسمها أنت لهم صلاة الظهر. والثالثة عندنا يقال لها 9 من النهار، سمها أنت لهم صلاة العصر. والرابعة آخر النهار تسمى عندنا الغروب، وسمها أنت لهم المغرب، صلاة المغرب. والخامسة عندنا بعد المساء تسمى صلاة النوم، سمها أنت صلاة العشاء. هذا الكلام بحذافيره موجود في الوثيقة. طيب لو الكلام ده فعلا موجود بالنص في الوثيقة، ليه زكريا بطرس بيقرأ كلام مختلف تماما ويوهم الناس انه بيقرأ من الوثيقة مباشرة؟ والخامسة عندنا بعد المساء تسمى صلاة النوم، سمها انت هذا الكلام بحذافيره موجود في الوثيقة. وعلشان يوهم زكريا بطرس أتباعه أنه بيقرأ من مصادر إسلامية، أشار لشخص اسمه عبد الأحد شابو اللي كتب رسالة ماجستير عن وثيقة بحيرة الراهب. رسالة ماجستير أخذها واحد اسمه عبد الأحد ملكي شابو من جامعة بيرمنغهام بإنجلترا في سبتمبر سنة 1983. لكن نشكر الله، نشكر الرب من كل القلب ان التاريخ السرياني كشف هذا السر بكل جلاء فيما يعرف بوثيقة بحيرة الراهب. وهتبان قدامكم ادي الوثيقة اهي، الاول
بتاعت رسالة الماجستير بتاعت قصة بحيرة والمقدمة من عبد الأحد ملكي شابو من جامعة بيرمنجهام. ويا ترى مين عبد الأحد شابو اللي زكريا بطرس أخفى حقيقته عن أتباعه؟ المفاجأة إن عبد الأحد شابو هو مطران الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في السويد وسائر الدول الإسكندنافية وعضو المجمع المقدس للكنيسة السريانية الأرثوذكسية. وتولى عبد الأحد شابو إدارة معهد ماري فرام الكهنوتي بعد حصوله على الماجستير من قسم الدراسات اللاهوتية بجامعة برمنجهام. وطبعا زكريا بطرس تعمد إنه يخفي كل المعلومات دي علشان محدش يكشف حقيقة المصدر اللي بيستشهد منه. وانتهى زكريا بطرس فرصة ان اسم الباحث يشبه اسماء المسلمين علشان يوهم اتباعه ان في باحثين مسلمين بيأيدوا الكلام اللي بيقوله عن بحيرة الراهب. ده نموذج من مراجع كتير بيستخدمها زكريا بطرس، والمؤلفين مستشرقين او نصارى او قساوسة او حتى ملحدين وماركسيين واعداء للاسلام، ويعرضها كأنها مصادر اسلامية. الكذب والتدليس هو أسلوب زكريا بطرس المعهود. والغريب إن رشيد حمامي تلميذ زكريا بطرس طلع وكذب أبو زكريا بطرس وقال إن بحيرة الراهب لم يقابل سيدنا محمد إلا وهو عنده 12 سنة. بحيرة الراهب لا نستطيع أن نعطيه دورا كبيرا في كتابة قرآن محمد. لماذا؟ بكل بساطة لأنه ذكر في كتب السيرة على أساس لقاء عابر في رحلة محمد إلى الشام. لقاء عابر لا يسكن معه في نفس القبيلة، لم يقابله مرات كثيرة، غير قريب منه في المكان. فإذا إعطاء بحيرة هذه الأهمية في كتابة القرآن، وكتب السيرة تقول لنا أنه قابله عندما كان 12 سنة، يعني وهو ادعى الوحي كما تقول كتب السيرة في 40 سنة، يمكن بحيرة في هذا الوقت قد توفي. إذن دور بحيرة ليس له تلك الأهمية، وأنا أعتب على الكثيرين الذين يستخدمون قصة بحيرة لإثبات أن له. وبطريقته المسرحية اللي متعودين عليها، زكريا بطرس بيقول إن ربنا أراد من خلال الوثيقة دي إنه يكشف للباحثين المخلصين عن الحق والحقيقة. أنا بدوري بشكر الله أولاً الذي وضع في يدي هذه الوثائق، ولا يوجد تفسير آخر لذلك سوى أن الله أراد أن يكشف للباحثين المخلصين عن الحق والحقيقة. وإحنا كمان بنشكر ربنا لأن بهذه الوثيقة كشفنا للباحثين المخلصين عن الحق والحقيقة إن الكذب والتدليس والتحريف عقيدة زكريا بطرس والنصارى بصفة عامة على مر التاريخ. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.